انا عايز استاذنك، احنا معانا على التليفون ايضا نجم الفنان الكبير استاذ ايهاب فهمي، وهو طبعا عضو نقابه المهن التمثيليه وقد يكون لديه بعض الايضاحات. اهلا 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 يا استاذ ايهاب. اهلا اهلا يا استاذ يوسف، ازي ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ ودايما في خير وبسعاده، وسعيد بان انا مع حضرتك. وعفوا بس رب. على ان انا يعني انا سمعت، ايوه، انا مش عارف مين على الطرف الدكتور الاخر. محمد الباز معانا على التليفون. استاذ محمد اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك وبكل سعاده وبخير. هو بس انا احب اوضح، انا سمعت اخر الكلام يا استاذ محمد، اللي هو حضرتك بتقول استاذ صلاح، استاذ احمد سعداني، يعني لو كانت حد من اسرته. لا، هو انا بس عايز اوضح يا استاذ محمد، استاذ يوسف، وطبعا كل الساده المشاهدين، نحن والاعلام والصحافه في خندق واحد. ما ينفعش ابدا، احنا كلنا مرتبطين ببعض، ولكن يا استاذ يوسف نحن نتعرض لبعض حاجات، ومش من صحفيين عشان نحدد. في ناس بتخش مع الزحام، ما بنعرفش مين مع مين، وبننسى ان الموت حرمه، وبننسى ان العزاء وقار وحرمه. وفي نفس الوقت احنا بنبقى مساله التنظيم، اذا كان مقصود البيان، احنا قلنا البيان كل الاحترام للاعلاميين والصحفيين، وان النهارده تحديدا عدم وجود الساده الزملاء من الصحفيين، لان ده رغبه كل اللي بيمروا باحداث كثيره. بقالنا فتره بنتعرض لحاجات صعبه جدا. انا واحد من الناس، عايز اقول لحضرتك، يعني بحل مشاكل كثيره جدا، ويمكن الزملاء الصحفيين لو حضرتك سالت يا استاذ محمد كثيرين، انا شخصيا بتدخل، ودكتور اشرف، وبنحل مشاكل كثيره جدا، بنحاول نهدي الامور. ولكن الامور وصلت ان احنا لازم يبقى في ميثاق للتعامل، ميثاق. انا مع حضرتك، انت ده شغلك، ده الاعلام والصحافه شغلها طبعا، والفنان له كل الحقوق، ومش مساله فتنه ولا غير فتنه ولا اي حاجه، بالعكس. احنا بنقول واحد بيخش لي، انت مين؟ تقول لي انا صحفي. حضرتك تعرفه ولا ما اعرفوش؟ حضرتك تعرفه ولا ما تعرفوش؟ ما حدش يعرف ده مين، وتكتشف ان حضرتك خناقات ومشاكل. فاحنا اعاده تنظيم ده ما يزعلش حد، اعاده تنظيم هو ما يزعلش حد يا استاذ ايهاب. وانا برضو هترك الرد مع الدكتور محمد الباز، هو ما يزعلش حد، ما فيش خلاف. المساله انه احنا مش ضد التنظيم، احنا مشكلتنا فين؟ انه البيان صادر موجه للصحافه والاعلام، مش موجه للناس التانية. زي ما حضرتك ذكرت، قلت المشكلة مش في الصحافة وفي الإعلام، المشكلة في الناس اللي هي لا صحفيين ولا إعلاميين، وبيدخلوا على ده وبينتهكوا هذه الخصوصية. بس البيان اتوجه لنا إحنا، ما توجهش للناس التانيين. من ناحية تانية التنظيم سهل، يعني المسألة بصراحة ما فيهاش حزبة برمة، ما هو يا كارنيه النقابة يا كارنيه الجورنال او الموقع بس، خلاص. حضرتك رايح فين؟ انا رايح عزاء استاذ صلاح السعداني. حضرتك صحافه؟ اه. طب ممكن نشوف لو سمحت الكارنيه؟ اتفضل، سلام عليكم، بس كده. لا استاذ يوسف، هو المقصود ايه حضرتك؟ حضرتك طبعا بتقول صح جدا. لا، هنقول اي دي، يعني هنقول بيان بحاله المواطن تبع جورنال ايه، محطه ايه، ده صح. بس هو في الجنازات، او في جنازات تحديدا، ما مش في العزاء، في الجنازات الجديده بيبقى زحام رهيب رهيب الى المسوى الاخير. يعني انت حضرتك ما تعرفش مين بيصور ايه، فانت بتتعرض لمواقف شديده حتى من الناس نفسها. اصبح الجمهور بيقول لك هو في ايه الزحام ده، وايه في الخناقه دي. وبعدين بيان، بس انا عايز اوضح حضرتك، احنا مش مساله ان احنا قلنا الاعلام والصحفيين اختصيت، لا، اعتذار للساده الاعلام والصحفيين عن هذا اليوم، عن هذا العزاء، عن اللحظة، ولكن ليس اعتذار عن العلاقة اللي بيننا، لأن ما فيهاش اعتذار أساسا. احنا بيننا تكامل، وبيننا احنا بنكمل بعضينا. فهي المشكلة كلها أن هناك بعض العناصر اللي مالهاش علاقة بالعملية الإعلامية، وبتتعامل على أنها داخل العملية الإعلامية. لازم نعترف يا أستاذ يوسف يا أستاذ محمد أن كل الناس اللي بتشتغل على الميديا، السوشيال ميديا عموما، قد تذهب الى الجنازات او العزاءات عشان تزود من الصفحات ومن البيج بتاعها، فالناس تتفرج، ودي ماساه عشان نقولها بصراحه موجوده. فهو ده اللي عمل مشكله، واحنا في لحظه وفاه صلاح السعداني، ونحن في وفاه اسماء كبيره جدا راحت عن عالمنا، لا حبها ولا اسرتها، اللي هي بتبقى نفسها تعيش في حزنها. ما بتعرفش، بتلاقي حضرتك الكاميرا في بق المواطن اللي والده متوفي او اخوه متوفي او اي حد. فانا بقول للانسان لما بيعمل كده، لو انت والدك في الموقف ده هتعمل ايه، وابوك متوفي، واحد بيقول لك احساسك ايه دلوقتي، او تقدر تقول لنا ايه؟
يعني يا جماعه، ما ولا يمكن على فكره، انا لا يمكن نقول ده اعلامي، الاعلامي الحر والاعلامي اللي فاهم اللحظه لا يمكن هيعمل كده. فاحنا بنقول ان الخارج تعال نعيد التنظيم عشان ما يبقاش عندنا خروج عن هذه العمليه. مع كل الاحترام للساده الصحفيين وكل الاحترام للساده الاعلاميين، ونحن في خندق واحد ونحن بنكمل بعض، وكافه الاحترام للجميع. بشكرك جدا 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 يا استاذ ايهاب، كل الشكر استاذ ايهاب فهمي، فنان والنجم الكبير طبعا، عضو نقابه المهن التمثيليه.